السلام عليكم. الحلقة تاعت اليوم غادي تكون نشارك معكم هذاك الميرون اللي درت في الحلقة السابقة. غادي نشارك معكم ونصوبوه قدامكم باش تشوفوا الطريقة كيفاش تيكون وكيفاش يكون الشكل ديالو. وبالنسبة للحلقة تاعت الميرونج غنخلي لكم صندوق الوصف باش تشوفوه باش تعرفوا عليه أكثر. فأول حاجة كي قلنا تنديرو في الميرونج تنديرو فيه الزوان اللي هو البراقة، تنديرو فيه كيلو نتاع الزوان، لا كيلو نتاع الزوان. هاو حنا غادي نديرو نص كيلو بالنسبة للناس اللي مثلا بغات دير غير نص كيلو تاع الزوان، شحال غنديرو فيه في داكشي لاخر؟ حنا مغنديروش كيلو الزوان، غنديرو نص كيلو تاع الزوان. تيجي على هاد الشكل هذا هو. قلنا درنا نص كيلو تاع الزوان، موراها شحال كنا تنديرو فيه؟ كنا في الفيديو انا تنديرو 100 غرام، حنا دابا درنا غير نص، يعني غادي نديرو بلاصة 100 غرام تاع الكتان غنديرو 50 غرام، غنديرو 50 غرام تاع الكتان بهذا الشكل هذا. كيف لاحظتو معايا 50 غرام تاع الكتان، و غادي نديرو وغادي نديرو 25 غرام تاع التريلا. الفيديو السابق قلنا 50 غرام، حنا هنا غادي نديرو 25 غرام. وكيف لاحظتوا كي قلت لكم في الفيديو السابق غادي ندير كل حاجه بوحدها باش نصوب الميرونج تاعي في ما بغيت. هذا درناه. موراها قلنا عندنا القنب الهندي، القنب الهندي حنا كنديرو فيه 100 غرام، واني مادام حنا درنا نسكرو الزوال غادي نديرو 50 غرام. هذا 50 غرام. موراها قلنا تنديرو النيجر، النيجر 50 غرام، يعني غنديرو 25 غرام. زدنا واحد شوي ماشي مشكل. وموراها قلنا تنديرو الخرطان، الخرطان تنديرو 50 غرام، يعني غنديرو 25 غرام هنايا. غنديرو هكا 25 غرام. وموراها غنديرو الزنجلان، الزنجلان قلنا 50 غرام، يعني توا غنديرو منو 25 غرام. وبالنسبة هادو قلنا تنزيدو 50 غرام تاع اللفت اللي هو هذا كيف تلاحظوا معايا. انا ما غنديرهاش في هذا، علاش؟ باش هذا بغيت نخدم به مع الريسيسيف، كنت نعطيه التورا الصفر عاديين ولا شي حاجة أخرى كنا غادي نزيد معاهم هذا اللفت. بالنسبة للشيلة طيب ما غاش نعطيها لهم، وأنا أحسن ما تنخلطوهاش، ما هيش شاكيش تورا صغيرة بزاف. هادو أنا ما غاش نديرهم هنا. كيف لاحظتوا هذا هو الميلونج نتاعنا، غادا نشدوه نخلطوه مزيان. ودابا حنا غادي نشوفوا الفرق بينو وبين هذاك اللي شاركنا في الحلقه السابقه. شوف الفرق كبير بيناتهم، هذاك تيبان كحل، هذا تيبان ابيض. لاحظتوا معايا كي تيبان فرق شاسع. شفتوا بكم الاحسن ديما نصاوبوا الميلونجات تاعكم. في ميلونجات اخرى شاركوا معكم في حلقات سابقه غيكونوا مختلفين على هذا في بعض الشيء، تيكونوا ناقصين في بعض الحبوب، زايدين في بعض الحبوب في الكميه على حسب الفطره كي قلنا. ولا هنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم. كان معكم عثمان، ما تنساوش تدخل لكم لايك باش تكون الحلقه، ديروا لنا اعجاب واشتركوا في القناه وقوموا بتفعيل الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. ولا عندو شي تساؤل ولا توضيح خليت عليه وسوف اجيبه في اقرب وقت ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.